افتتح سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة معرضا للتعريف بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية. إذا صلح العماد صح المجتمع، وما من عماد ترتكز عليه الأمم إلا بالشباب الواعد الذي له الدور البارز في صياغة المستقبل. وإن إيجاد المبادرات لدعم الابتكارات الشبابية وتحقيقها تلعب دورا محوريا في حشد الطاقات الشبابية لتكون جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الجائزة الأولى من نوعها. وفي ذات السياق يأتي افتتاح معرض جائزة الملك حمد لتمكين الشباب للتعريف بالجائزة وأهميتها. فخر لنا جميعا كبحرينيين وفخر للشباب البحريني أن مثل هذه الجوائز تنطلق من البحرين، والفخر الأكبر أن هي تحمل اسم عزيز على قلوبنا، اسم سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى اللي دائما يعني ما ترجم كثير من قرارات وأفعال تحتضن فيها الشباب البحريني وتمكنه وتجعل حقيقة رقم صعب على مستوى العالم. اليوم الشاب البحريني يحظى باهتمام ورعاية ودعم كبير، ووصل إلى العديد من المحافل واعتلى المنصات والمناصب الدولية. واليوم الشاب البحريني نفخر بأنه حقق إنجازات سواء كانت رياضية أو علمية أو ثقافية، والشاب البحريني أيضا هو سفير للبحرين في مشاركات العالمية، وكان من ضمنها أيضا تواجدنا في الأمم المتحدة. جاءت أهداف الجائزة متمثلة بتحفيز وتشجيع مختلف القطاعات للاهتمام بتمكين الشباب، للتأكيد على أن جهودهم ليست بالجهود غير المرئية وإنما تشكل تأثيرا مهما على المجتمع، إضافة للفت أنظار العالم إلى التجارب المتميزة لتمكين الشباب ونشرها وتطبيقها في مختلف الأقطار. تشرفنا النهاردة بلقاء جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين، والحقيقة الجائزة جائزة الملك حمد لتمكين الشباب من أجل تنمية أهداف التنمية المستدامة، الحقيقة شايفها حاجة رائعة جدا لسبب بسيط قوي، إن لما أطلقت هذه الاستراتيجية بتاعة التنمية المستدامة مفيش إلزام للحكومات إنها تقوم بهذه التنمية، وهذه التنمية ليها 17 مجال ممكن يبقى فيها تنمية، من محاربة الفقر، محاربة الجوع، تنمية القطاع الصحي، القطاع التعليمي، قطاع البيئة. فلابد يكون في تحفيز بشكل أو بآخر للحكومات وللأفراد وللهيئات والمؤسسات إنها تعمل على استراتيجية التنمية المستدامة. فالحقيقة جائزة الملك حمد هي كانت أحد الحاجات الرئيسية اللي حفزت مؤسسات حكومية كبيرة ومؤسسات خاصة ومؤسسات أهلية وعدد كبير جدا من الأفراد إنه يشارك في دور تمكين الشباب وإشراكهم في القيادة واتخاذ بعض المواقف لتمكينهم. لما يتمتع به عالمنا من خصائص ومكونات علمية وتكنولوجية، فإنها تدفع الشباب إلى نثر إبداعاتهم وتقديم أنفسهم كنماذج فاعلة في بلدانهم ويمكن الاعتماد عليهم. لذا فإن أفضل وقت للاستثمار في الشباب العالمي هو الآن للوصول إلى عالم يسوده العدل والتسامح والسلام. هذه الجائزة هي الأولى من نوعها لجميع دول العالم بهدف حثهم على احتواء الشباب والاهتمام بهم. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.